بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ کو ایسے خوش رکھے، آمین ثم آمین. اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے 90 سورہ بقرہ کے 90 آیت نمبر تک پڑھے تھے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے اچھے سے تصحیح کر لی ہوگی، اچھے سے پڑھنے آ گیا ہوگا. اب آگے ہم شروع کریں گے 91 آیت نمبر 91. تو آپ غور سے سنیے اور میرے پیچھے پیچھے دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وهو الحق مصدقا لما مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم قل فلما قل فلما تقتلون تقتلون أنبياء الله أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم
كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. ایک بار اور دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ بار بار اس کی تصحیح کیجئے, غور سے سنیے, انشاءاللہ آپ کو بھی آ جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.